بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، أتمنى لكم يوما سعيد في مساق نظام التشغيل. من المساقات المهمة طبعا، سنحاول معا الآن بالتعرف على كيفية التعامل مع نظام التشغيل، ولكن تذكيرا بالمحاضرة السابقة، كما نعلم أنه بعد أن يقوم الشخص بنقر مفتاح تشغيل الجهاز، تحدثنا أنه يقوم بتحميل الأنظمة، يقوم بالتعرف على الأجهزة المتصلة، التعرف على مكونات الحاسوب، وتعرف هذه العملية اللي هي عملية إيش؟ البوتينج، إقلاع الحاسوب، إقلاع الحاسوب. ولكن السؤال المهم أنه بعد عملية انتهاء إقلاع الحاسوب ماذا يحدث؟ تمام، بعد عملية إقلاع الحاسوب يقوم نظام التشغيل ويندوز باستلام الدفة لإدارة كل مكونات الحاسوب، لإدارة كل مكونات الحاسوب. طبعا له واجهة مستخدم كما سنرى حاليا، ويتحكم ويتلقى الطلبات من المستخدم. كما نرى في هذا العرض البسيط، من خلاله نشرح كيفية التعامل مع الحاسوب. طبعا نسأل سيستم بعد أن يفتح الجهاز، يقوم المستخدم إما بنقر أيقونات الحاسوب كما نرى هذه الشاشة، وباستطاع أن ينقر أي أيقونة من الحاسوب أو تشغيل أي برنامج من قائمة البرامج، ليقوم نظام التشغيل باستدعاء هذا البرنامج. إذن يتلقى الطلبات نظام التشغيل من المستخدم عن طريق نقر أيقونة لتتمثل برنامج، أو من خلال قائمة بدء البرامج التي كما نشاهد مليئة بالبرامج. الآن بعد أن يتلقى البرنامج، نسأل كيف يتعامل المعالج مع هذا البرنامج. وهنا لابد أن نؤكد أن نظام التشغيل عندما يقوم المستخدم اليوزر بنقر على هذا البرنامج، فأنه يقوم نظام التشغيل بالبحث عن هذا البرنامج على وحدة التخزين الدائمة، وهي القرص الصلب الهارد ديسك. ومن هنا بعد أن يقوم نظام التشغيل بتحميل البرنامج المطلوب إلى الرام، إلى وحدة الذاكرة الرام، وهي ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory. هنا لابد أن نركز أن البرنامج الذي نقر عليه اليوزر لتنفيذه لا يتم تنفيذه من قبل المعالج CPU إلا بعد تحميله في الذاكرة الرئيسية، إلا بعد تحميله في الذاكرة الرئيسية. وعندما نقول برنامج، نعلم الكثير من البرامج زي الوورد، إكسل، باوربوينت، الكثير من البرامج التي تكون عادة مخزنة على الهارد ديسك كما نرى. وعن طريق مرة أخرى استدعاء اليوزر لهذا البرنامج من نقر عليه أو من قائمة البرامج، فيقوم نظام التشغيل بالاستجابة والبحث عن هذا البرنامج في وحدة التخزين، ومن ثم إرساله إلى الذاكرة الرئيسية. ولا يمكن معالجة أو تنفيذ أي برنامج من قبل المعالج إلا بعد تحميل هذا البرنامج في الذاكرة الرئيسية، وهنا لابد أن ننوه إلى ذلك مرة أخرى. ولكن يسأل هناك أحد السائلين،
ما هو البرنامج؟ ما هو تعريفه؟ كيف بنفذ؟ يعني أسئلة كثيرة متعددة. كما نعلم أن البرنامج هو عبارة عن سلسلة من الأوامر، ويطلق عليها أيضا تعليمات، يعني يا أوامر يا تعليمات، سلسلة من الأوامر يتم تنفيذها تباعا، أو أمر تلو الآخر، أمر تلو الآخر، ويكون مكتوب من قبل ناس مختصة كالمبرمجين إلى آخره. إذا مرة ثانية، البرنامج يقول نظام التشغيل بتحميل هذا البرنامج نوع تشغيله أو تنفيذه إلى الرام، ويقوم بعد ذلك المعالج بتنفيذ هذا البرنامج. وهناك ملاحظتين: كلما كان البرنامج حجمه كبيرا فيحتاج وقتا كبيرا في تحميل هذا البرنامج إلى الذاكرة، والذي يستغرق وقتا. طالما نقول أن هناك وقت يتطلب تحميل برنامج وقتا، أيضا المعالج يحتاج إلى وقت لتنفيذ هذا البرنامج، واللي هو مكون هذا البرنامج من سلسلة من أول التعليمات تنفذ متسلسلة، أي أمرا تلو الآخر. إذا المرحلة الأولى، أو المرحلة كانت الأولى تشغيل الجهاز، إقلاع الجهاز، الآن تلقي المعلومات أو تلقي التعليمات من اليوزر من قبل نظام التشغيل، نقل مرة أخرى البرنامج من وحدة التخزين الهارد ديسك إلى الرام، وتجهيزه لعملية التنفيذ. عندما يكون موجود في داخل الرام فنقول ريدي، يعني البرنامج جاهز للتنفيذ، ويكون باستطاعة المعالج تنفيذ هذا البرنامج. بعد هذه المرحلة نحتاج لمعرفة كيفية تنفيذ البرنامج. نحن فهمنا أن البرنامج هو سلسلة من الأوامر والتعليمات تنفذ متسلسلة أمرا تلو الآخر، يعني أمر بعد أمر. ولكن هذه العملية تنفيذ البرنامج تمر بخمس مراحل، تمر بخمس مراحل. طيب، أول حاجة في الأمر، عندما يبدأ المعالج بتنفيذ، المرحلة الأولى تكون اسمها إحضار الأمر فيتش، اسمها إحضار الأمر فيتش. إذا حيجي أنا عندي، حيحضر، حيقوم المعالج بيتم إحضار الأمر الأول، احنا نقول سلسلة من الأوامر، حيحضر الأمر الأول إلى المعالج بتنفيذه. إذا أول حاجة بيحضر الأمر ويقوم بتخزينه من الذاكرة الرئيسية في مسجل داخل المعالج، في مسجل داخل المعالج ريجسترز. إذا يقوم بإحضار الأمر الأول من ضمن هذه السلسلة أوامر من الرام إلى المعالج، ويقوم وضع هذا الأمر في مسجل داخل المعالج، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي فهم وتفسير هذا الأمر اللي أجا وأصبح في داخل المسجل. المرحلة الثانية هي فهم وتفسير الأمر دي كود، دي كود. طبعا مين حيقوم بهذه العملية تفسير وفهم هذا الأمر؟ المعالج. نقوم بالعمل على هذا الأمر ونقوم بفهمه ومعرفته، يعني إيش متطلباته، إيش البيانات اللي حيحتاجها إلى آخره. يعني إيش مثلا على سبيل المثال نقول إنه يحتاج، لو افترض إنه عندي أنا برنامج بحسب رقمين، يعني نقول إحنا برنامج يحسب رقمين، بالتالي إنه حيحتاج بيانات خارجية، إنه رقم أول ورقم اثنين، وإنه نوع العملية مثلا جمع طرح إلى آخره. إذا بالتالي لا يكفي في هذه الحالة، إذا كان البرنامج مثلا يجمع رقمين، إنه بس إنه بتجمع، لكن حيحتاج رقمين من الخارج، يعني يجلبهم إلى الذاكرة، إلى الذاكرة. طيب، المرحلة الثالثة وهي إحضار البيانات الإضافية، إحضار البيانات الإضافية اللي هي إحنا ذكرناها سابقا. يعني بدنا نجمع رقمين، بدنا نجيب الرقمين هذول، يعني
مشان نكمل تنفيذ الأمر اللي هو احنا فهمناه. بالتالي بنسمي هذه العملية fetch operands. fetch operands طبعا بعد ما يقوم المعالج بإحضار هذه البيانات وبجمعها برضه حيضعها في مسجلات خاصة تحت في داخل هذه في المعالج، حيضعها في معالج معالجات خاصة في داخل المعالج. الآن في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ execute، مرحلة التنفيذ execute حيث يقوم بتنفيذ الأمر بواسطة مين؟ بواسطة وحدة الحساب والمنطقة. وإحنا قلنا من مكونات الحاسوب المادية إذا نذكر وحدة الحساب والمنطق، وحدة الحساب والمنطق في داخل المعالج، في داخل المعالج. بالتالي إذا كان عندنا البرنامج يحسب مثلا رقمين فيقوم باستدعاء يعني عملية الجمع مثلا والرقمين ويقوم بجمعهم أما المرحلة الأخيرة وهذا الشيء طبيعي أن هي عملية تخزين النتائج. طبعا برضو النتائج لها مسجلات خاصة، بالتالي ناتج عملية الجمع مثلا، ناتج عملية الطالع، ناتج تنفيذ هذا الأمر إلى آخره سيتم تخزينه في مسجلات خاصة داخل المعالج نفسه. هذه هي المراحل الخمسة: إحضار الأمر، فهم وتفسير هذا الأمر، إحضار البيانات الإضافية اللي هي بتكمل تنفيذ الأمر، تنفيذ هذا الأمر، تخزين نتائج التنفيذ للأمر هذا في داخل مسجلات خاصة. وهنا نؤكد على موضوع المسجلات يا مستر، ان في كل كما نلاحظ في كل جزئية من هذه المراحل يتم تخزين البيانات او الأوامر في مسجل خاص. ونؤكد مرة أخرى أن الجهة التي تنفذ الأمر وحدة الحساب والمنطق، وحدة الحساب والمنطق اللي هي موجودة وين؟ في المعالج، اللي هي موجودة في المعالج. وهكذا سيقوم البرنامج تكرارا ومرارا، سيقوم المعالج أقصد تكرارا ومرارا باستدعاء الأمر التالي ويمر بنفس المراحل: إحضار الأمر، فهم تفسير الأمر، إحضار البيانات الإضافية إذا كانت وجدت، تنفيذ التخزين، وهكذا يقوم بتنفيذ هذا البرنامج إلى كل أوامر هذا البرنامج، وبالتالي حيتنفذ هذا البرنامج وتصدر النتائج. وهذا أهم العمليات اللي بتتم في داخل المعالج. ونتمنى منكم أعزائي الطلبة أن نركز على هذا الموضوع لأنه سيبنى عليها الكثير الكثير من التفاصيل. إذا المرحلة الأولى كما حكينا أن المستخدم ينقر على البرنامج على أيقونة أو يستدعي البرنامج من قائمة ابدأ، ثم يقوم نظام التشغيل بتلقي هذا الطلب، ثم يبحث عن هذا البرنامج في وحدة التخزين، ثم يعود ويحمل هذا البرنامج في الذاكرة ويكون جاهز للتنفيذ ثم يقوم المعالج بدوره. حكينا تنفيذ البرنامج، وقلنا لا يقوم المعالج بتنفيذ البرنامج إلا عند تحميل البرنامج كاملا في الرام، فيستدعي أمرا أمرا ويقوم بتخزين كل أمر، محضر الأمر ويخزنه في المسجل، ثم بفهمه وبفسره، ثم بيستدعي البيانات الإضافية، ثم بنفذ بواسطة وقت الحساب والمنطق، ثم بخزن في المسجلات الخاصة. وبالتالي كرر هذه العملية على كل أوامر البرنامج بالتسلسل
أمر تلو الآخر وينفذ البرنامج. هذا بالنسبة لشرح المحاضرة اليوم. يعطيكم العافية الشباب، نراكم في اللقاء القادم إن شاء الله على خير. مع السلامة.